قمة الشراكة والتعاون، هذا ما أطلق على قمة بغداد، قمة جمعت 9 من القادة ما بينهم اتفاقات وما بينهم اختلافات، المظهر مجتمعون حول بغداد، حول المساعدة في مساعدة بغداد للخروج من أزماتها الراهنة. هل يستطيع هذا الاجتماع، هل تستطيع هذه القمة أن تقدم لبغداد ما تحتاجه بغداد بالفعل في هذا الظرف الراهن؟ السعودية، إيران، الإمارات ومصر، حتى وإن اختلف التمثيل، تركيا حاضرة، الأردن حاضرة، كل هذه الدول اجتمعت رغم ما بينها من اتفاقات وما بينها من اختلافات. كيف تستطيع مجتمعة أن تقدم للعراق ما أدرج على جدول أعمالها؟ أهلا بكم، هذا هو حديثنا الخاص حول قمة بغداد وما بعدها. باسمكم اسمحوا لي أن أحيي الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك دكتور. المشهد الأول لهذا الاجتماع، الدول 9 التي اجتمعت بما فيها مصر والأردن التي استبقت هذه الدول وهذه القمة بالتحرك تجاه بغداد، رغم ما بينهما أو بين بعضهما من تناقض وما بين البعض الآخر من اتفاقات وتوافق في الرؤى، كيف رأيت هذه التشكيلة التي حضرت لعنوان واحد وهدف واحد هو مساعدة بغداد؟ بشكر حضرتك أستاذ تامر على الاستضافة وأحيي المشاهدين الكرام. باعتقادي أنه الجغرافيا التي وصفها ابن خلدون يوما ما بأنها القدر أو المصير، والتي وصفها بعض الفلاسفة الفرنسيين بأنها الحرب، اعتبروا أن الجغرافيا هي الحرب أو الصدام، هي التي حكمت الجوار العراقي. العراق وسوريا هما نقطة التماس ما بين الدول العربية ودول ما يسمى بالجوار الإقليمي العربي. لدينا إيران وتركيا في جوار كل من العراق وسوريا، وهذا مبعث التناقض في القمة التي نحن بصدد الحديث عنها، لأن العراق مكبل بتدخلات خارجية من أطراف خارجية، هي دول الجوار الإقليمي بالأساس إضافة إلى أطراف دولية أخرى. هذه الدول للأسف الشديد هي التي تعوق عودة العراق إلى العمل العربي المشترك مجددا، وعودة العراق إلى الساحة الدولية مرة. دكتور يعني جاءنا الآن أننا يجب أن ننتقل إلى مجلس الأمن الدولي وهذه الجلسة التي عقدت أو تعقد في هذا التوقيت بخصوص أفغانستان، سنذهب إلى هناك ولنا من بعدها عودة. حقوق كل الأفغانيين يتزامن ويرافق ضرورة الانخراط في مناقشات من أجل تسوية تأتي بالاستقرار في أفغانستان، وهو ما يؤكد عليه مجلس الأمن كذلك بهذا القرار. ومع دخول أفغانستان المرحلة التالية، فضروري على المجتمع الدولي أن يبقى موحد الصف وعازما بما في ذلك في محاسبة طالبان على التزاماتها، التزامات ومن بين ما التزمت به طالبان علنا و سرا هو أن من يريد الرحيل عن البلاد سيستطيع. واليوم الحالة في البلاد تظهر أو اجتماع مجلس الأمن يظهر مدى التعامل الجاد في مجلس الأمن مع هذا الموضوع، وكذلك الاهتمام بضرورة منع الإرهاب والسماح بتدفق المساعدات. ومن خلال هذا القرار أصدر مجلس الأمن عددا من الدعوات الواضحة والضرورية والتي تخدم مصلحة الشعب الأفغاني. وبالمضي قدما علينا أن نتصدى لأهم المخاطر الأمنية وأن نقف دفاعا عن حقوق الأفغانيين وأن نرسي العمل اللازم الأساسي لمصلحة الشعب. هذا ما أقل ما يستحقه شعب أفغانستان. وشكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية على بيانها. أعطي الكلمة الآن لفرنسا. شكرا سيدي الرئيس. أرحب باعتمادي القرار 2593 اليوم، وأسف لأن النص لم يحصل على دعم كل أعضاء المجلس، وإن أعين الأفغانيين كلهم تتابع هذا المجلس وتوقع الوحدة من المجتمع الدولي، وعدم الوحدة هذا يخيب الآمال. ومع ذلك فلا شك أن كل أعضاء المجلس يتفقون في الأهداف والأولويات، وهو السماح للشعب الأفغاني باستعادة الأمن والاستقرار.
وعلى الرغم من هذا فقد اعتمدنا نصا هاما ينبغي أن ينفذ الآن، وبينما يتدهور أكثر الوضع الأمني والإنساني فإن الإقرار الذي اعتمدناه الآن واضح، فهو يضع عددا من التوقعات من حركة طالبان، أولها توقع باستطاعة كل من يرغب الرحيل أن يرحل، ونلتزم من طالبان الوفاء بهذه الالتزامات، وهذا القرار يدعو الجميع لبذل كل الجهود اللازمة لتأمين المطار والمنطقة المحيطة به والتأمين مسارات العبور والمرور، فضروري لكل من يريد الرحيل أن يستطيع فعل ذلك بأمان، وكذلك علينا أن نضمن أن المساعدات الإنسانية تصل إلى كل من يحتاجها من خلال المطار ومن خلال المعابر البرية كذلك. هذا هو المطلب الثاني في هذا القرار، وهو ضمان استمرار تدفق العمليات الإنسانية، لأن كل دقيقة لها حسابها للأفغانيين الذين ينتظرون الرعاية والغذاء، والكل ينبغي أن يحترم القانون الإنساني الدولي. والمطلب الثالث هو يتعلق بمكافحة الإرهاب، وهنا أؤكد على إدانتنا القاطعة والشديدة للهجمات الأخيرة، وكما قلنا فإننا سنواصل مكافحة هذه الآفة. وطالبان مرة أخرى قدموا التزامات ينبغي أن يوفوا بها، عليهم أن يساهموا في مكافحة الإرهاب وخاصة تمويل الإرهاب، وأن يكسروا أي علاقات بالقاعدة. والقرار الذي اعتمد الآن مطلبه الأخير هو التذكير بواجبات الجميع بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات وحقوق المرأة. والأمر أصبح أكثر ظلمة الآن بالنسبة لوضع المرأة، ونتمنى أن مكاسب 20 سنة الأخيرة لن تفتقد، ونشجع على مشاركة المرأة في أي حال سياسي. وأخيرا أؤكد على أن فرنسا تتوقع إنشاء حكومة انتقالية تلبي احتياجات وتطلعات الشعب الأفغاني، ونتطلع إلى جهود الجميع على أرض الواقع وتنسيق الجهود خاصة الأمم المتحدة لضمان تنفيذ هذا القرار. وهنا أذكر بدور اليوناما وفريق اليوناما وكل الوكالات الأممية وخاصة الإنسانية منها، نواصل دعم عمل اليوناما، وسنعمل من أجل ضمان أن البعثة تبقى تعمل بموجب ولاية قوية لمواصلة العمل على أرض الواقع. وشكرا، أشكر ممثلة فرنسا على بيانها، وأعطي الكلمة الآن للمملكة المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. اليوم تحدث مجلس الأمن بوضوح عن الحالة في أفغانستان، وحدد أدنى مستوى توقعات من الطالبان. الأولوية الفورية هي ضمان أن كل من يرغب في الرحيل عن أفغانستان يستطيع أن يرحل بأمان. كنا واضحين، ينبغي على الطالبان أن يوفي بالتزاماته التي قطعها على نفسه من أجل ضمان المرور الآمن بعد 31 من أب أغسطس. ثانيا، لا يمكن أبدا لأفغانستان أن تصبح مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين. لقد أدنى بشكل قاطع الهجوم ضد مطار كابول في الأسبوع الماضي، ونؤكد على تعازينا وتعاطفنا مع ذوي الضحايا والمصابين، وإن التنسيق في العمل سيكون حيويا من أجل مكافحة أي خطر تطرف يظهر من أفغانستان. وندعو الطالبان إلى الوفاء بالتزاماتهم وفق اتفاق الدوحة. ثالثا، الحالة الإنسانية تستدعي اهتماما عاجلا، وإننا ننسق عن كثب مع الشركاء من أجل تعزيز الجهود لدعم توصيل المساعدات الإنسانية ولضمان الوصول بدون عوائق للعاملين الإنسانيين والمنظمات الإنسانية. وأخيرا، مكاسب 20 سنة الأخيرة ينبغي أن تصان
وحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الواجبة للمرأة والطفل والأقليات ينبغي كذلك أن تحمى، وهذا القرار يوضح أن المجتمع الدولي سيتابع باهتمام. قرار اليوم خطوة هامة نحو استجابة دولية موحدة للحالة في أفغانستان. سنواصل الاستناد إلى هذا من أجل ضمان أن مجلس الأمن يسائل طالبان ويحاسبها على التزاماتها. سيحكم المجتمع الدولي على طالبان على أساس أفعالهم على أرض الواقع وليس على أساس أقوالهم. وشكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها، أعطي الكلمة الآن لأيرلندا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس، نرحب باعتماد هذا القرار لليوم بشأن أفغانستان، ونعرب عن تقديرنا لفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على جهودهم في تقديم هذا القرار. سيدي الرئيس، صوتت أيرلندا لصالح هذا القرار لأننا نؤمن بأهمية صوت مجلس الأمن في هذا المنعطف الهام جدا في أفغانستان، وكنا نفضل رسالة موحدة، ونهجنا اليوم هو إلى جانب الأفغانيين الذين يريدون الوصول إلى بر الأمان خارج وطنهم، وكذلك إلى جانب المرأة والطفل الذين يعلمون أنهم مهددون الآن، وكل الأفغانيين الذين يعانون من احتياجات إنسانية بما في ذلك الجوع والذين لا يحصلون على المياه الآمنة. هذا ما ينبغي أن نصب عليها اهتمام، عليه اهتمامنا جميعا، ولا يسعنا أن نغض الطرف. ولهذا نحاول أن نركز في هذا القرار على ضمان الوصول الكامل والآمن بدون عوائق للفاعلين الإنسانيين من الأمم المتحدة وغيرها، من أجل توصيل المساعدات المنقذة للأرواح. وكذلك نرحب بتركيز القرار على أهمية حقوق الإنسان واحترامها، وعلى أهمية المشاركة الكاملة الحقيقية على قدم المساواة للمرأة في أي مفاوضات بشأن تسوية سياسية. وكنا نفضل وجود صياغة أقوى بشأن حقوق الإنسان، خاصة نظرا للحالة التي تواجهها المرأة والفتاة الآن. وفي 19 من أب أغسطس كل من أيرلندا والمكسيك قمنا بحث هذا المجلس على إعطاء الأولوية القصوى للمرأة والفتاة في أفغانستان. تدعو أيرلندا كل الأطراف للوفاء بالتزاماتهم بموجب قانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأكرر ما قلته في هذه القاعة يوم 16 من أب أغسطس حين قلت لمجلس إن إخبار المجتمع الدولي بما يريده المجتمع الدولي سماعه لن يخدعنا. سنحكم عليكم بموجب الأفعال وليس الكلمات. والآن المجتمع الدولي ينبغي أن يواصل المطالبة بأن كل من يحتاج إلى الرحيل عن أفغانستان، أفغانيون وأجانب، سيستطيعون فعل هذا بحرية وعلى نحو آمن ومنظم. ونؤكد على رأينا الثابت بأن العبور الآمن ينبغي أن يكون غير مشروط عند أي معبر جوي أو بري. سيدي الرئيس، أيرلندا عازمة على العمل مع بقية أعضاء مجلس الأمن الزملاء لضمان أننا نحتفظ بالاهتمام بالحالة في أفغانستان، خاصة وأيرلندا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر أيلول سبتمبر. وشكرا. أشكر ممثلة أيرلندا على بيانها، وأعطي الكلمة الآن للاتحاد الروسي. شكرا حضرة الرئيس. يدين الاتحاد الروسي بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي في 26 من أغسطس قرب مطار كابول، والذي أودى بحياة الكثيرين، ونتقدم بالتعازي لذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وفي ذات الوقت أجبرنا على أو وجدنا أنفسنا مضطرين على الامتناع عن التصويت على مشروع القرار هذا، ويرجع هذا لأن من صاغوا القرار تجاهلوا شواغلنا. أولا
أعد مشروع القرار على خلفية هجوم تشارلز، ورفض موعدوه الإشارة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق ب جماعة داعش، وهذا يمثل رغبة في تقسيم الإرهابيين لمن هم إرهابيين وإرهابيهم. ثانيا، أثناء المفاوضات شددنا على عدم مقبولية الآثار السلبية لإجلاء المختصين الأفغان في المجال الاقتصادي، فهذا يمثل نزوح للقدرات من أفغانستان، وهذا سيعود ضرر على الأفغان ولم يعكس هذا في النص. ثالثا، رفض مقترحنا بأن نضمن في النص إشارة للآثار المضيرة لتجميد الأصول الأفغانية المالية أثر على الوضع الاقتصادي والإنساني، وكذا الحاجة الماسة لتقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان مع الاهتداء بالمبادئ النصوص عليها في قرار الجمعية العامة 46/82. حضرة الرئيس، نحن نفهم الأسباب التي دفعت معدي القرار لاستخدام صلاحية المجلس الاعتمادي قرار بهذا الشكل وفي هذا الإطار الزمني المحدود، وربما إن أتيح لنا وقت أطول لا تغيرت نتيجة التصويت في ذات الوقت. نرى محاولة لصرف الملامة بعد وجود الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة على مدار 20 عاما، والآن يتعين على العالم معالجة آثار هذا. وهذا من جانبنا الاتحاد الروسي دعا لأفغانستان الآمنة التي تدعم بالرخاء والتي لا يوجد فيها تهديد إرهابي ولا بالمخدرات، ونواصل دعمنا لأفغانستان لتحقيق هذا الهدف. شكرا. شكرا لممثل الاتحاد الروسي على كلمته، والكلمة لممثل إستونيا. شكرا حضرة الرئيس. في ضوء التطورات في أفغانستان و الوضع الأمني الخطير في مطار كابول. كنا معنا على الهواء مباشرة مشاهدي الكرام، نتابع هذا الجزء من جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في هذه الأثناء حول الوضع داخل أفغانستان. نعود إلى عنواننا الذي بدأناه قبل الانضمام إلى هذه الجلسة، وهو الحديث حول قمة بغداد. باسمكم اسمحوا لي أن أجدد التحية للدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ. معلش دكتور، الجابة دي هنعيد فيها طرح ما طرحناه في البداية. هل بترى أن هذه القمة بمن حضر في هذه القمة سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى ما هو أقل من الرئاسة قادرة على أن تقدم لبغداد ما تحتاجه؟ طبعا يجيب على هذا السؤال يعني الأحداث في الأيام المقبلة وارتدادات هذه القمة وتحويل بيانها الختامي من أسطر كتبت بالحبر إلى أفعال وسياسات على أرض الواقع. لكن هناك مؤشرات مبدئية، أولها مجرد التئام هذه القمة في ظل الظروف الصعبة إقليميا ودوليا، يعني الأزمة الأفغانية، العالم يقف على أطراف أصابعه بسبب أزمة أفغانستان، هناك تطورات في تونس، في ليبيا، في اليمن، الوضع ملتهب في سوريا على الحدود، الوضع في إيران والبرنامج النووي واحتمالات التوتر الإسرائيلي الإيراني والمواجهات. ومع ذلك حينما تدعو العراق إلى هذه القمة تلتئم القمة وتحدث الاستجابة التي رأيناها. صحيح مستوى التمثيل كان متفاوتا ما بين دولة وأخرى، لكن كان عندك قادة لأهم الدول في المنطقة وربما خارج المنطقة. يعني نيابة الرئيس الفرنسي، تسمح لي يعني أمهد معك أو على الأقل نتبادل أطراف الحديث في شكل الحضور. قبل هذه القمة وقبل الدعوة ليها من قبل الدولة العراقية كان هناك استباق مصري عراقي ثم مصري أردني تجاه العراق. ما الفارق ما بين التحرك المصري الأردني تجاه العراق والتحرك العراقي تجاه هاتين الدولتين وبين هذا الاجتماع هذا الشق؟
وألا ترى أن هذا التحرك من قبل مصر والأردن هو ما دفع دولة أخرى مثل إيران أن تكون حاضرة، على الرغم من أن هناك عدم توافق بينها وبين الإمارات حتى وإن كان ظاهرا، وبينها وبين السعودية حتى وإن كان ظاهرا، حتى وإن كان هناك عدم توافق بين تركيا وبين مصر في بعض الملفات، حتى وإن كان هناك تجمع لدول ما كان يعرف سابقا بدول المقاطعة الخليجية؟ هل ترى أن الجميع أراد أن يكون في هذا المشهد على وعسى ألا يستبق من سبق بالحديث عن مصر والأردن بأخذ ما لم يستطيعوا أن يأخذوه إذا فات الوقت؟ خلينا أقول لحضرتك أنه لولا المبادرات التي أشرت إليها ما كانت هذه القمة. إزاي؟ بمعنى أنه هذه القمة جاءت تتويجا لتحركات عراقية في أكثر من اتجاه. يعني بابا الفاتيكان زار العراق في مارس الماضي، القمة الثلاثية اللي حضرتك أشرت إليها، الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري والعاهل الأردني الملك عبد الله ومصطفى الكاظمي في يونيو الماضي، ايضا كانت هناك تحركات للتقارب العراقي مع دول زي المملكة العربية السعودية، زي دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا التقارب من قبل العراق مع هذه الدول المجتمعة كانت تنذر او تبشر بان العراق بدا يعود مرة اخرى عربيا ودوليا ايضا. حينما جاءت الدعوة الى هذه الدول للمشاركة، سواء كانت دول جوار عربي او غير عربي او مجتمع دولي زي فرنسا على سبيل المثال، كان ذلك تتويجا لكل هذه التحركات، ومن ثم جاءت الاستجابة. بالنسبة لإيران وتركيا، رغم أنهما يعني يتحملان مسؤولية كبرى عما يعانيه العراق الآن، إلا أن غياب هذه الدول عن هذه القمة سوف يجعلهم يخسران الكثير. يعني أولا العراق دولة واعدة، مواردها تؤهلها لأن تلعب دورا إقليميا مهما، هي دولة جوار مع هذه الدول، هناك امتدادات إثنية لكل من تركيا والعراق في الداخل، تركيا وإيران في الداخل العراقي. يضاف إلى ذلك أن كل المجتمعين في هذه القمة يلقون باللائمة بشكل مباشر وغير مباشر على تركيا وإيران فيما يعانيه العراق، سواء بالتدخلات العسكرية، سواء بالتموضع العسكري، سواء من خلال تهديد الأمن المائي للعراق. يعني حتى اللحظة التي نتحدث فيها هناك شكاوى عراقية من أن هناك جفاف ندرة للمياه أدت إلى هجرة كبيرة جدا من بعض المحافظات العراقية إلى محافظات أخرى وإلى خارج العراق بسبب ندرة المياه جراء المشاريع التي تقيمها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات. ما يعني أنه ما يكبل العراق عن الانطلاق عربيا ودوليا هو التدخلات المباشرة والسافرة من قبل تركيا وإيران. هل هم فقط من يتدخلوا داخل العراق؟ لا، هناك قوة دولية بالفعل، يعني هناك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني يكفي أن نشير إلى الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق في عام 2003 وما تبعه من قرارات كارثية. يعني على سبيل المثال قيام الحاكم المدني للعراق بول بريمر على سبيل المثال بحل الجيش العراقي في 2003 كان أخطر القرارات التي اتخذت على الإطلاق، لأنه بعد قرار الحل فوجئنا أنه جموع غفيرة من الجيش العراقي انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهي جموع محترفة ومقاتلة أصبحت تستخدم ضد الدولة العراقية وضد المنطقة ككل. أيضا حدث حالة من الفراغ الاستراتيجي والأمني.